مساء الخير أعزائي المشاهدين، مع حلقة جديدة من برنامجكم حوار واستثمار. هنتكلم فيها زي ما تعودنا عن كل ما يدور في الشارع الاقتصادي المصري وآخر أخبار الاقتصاد والعقارات في أرض مصرنا الحبيبة. في البداية، مصر كلها بتحتفل بمرور 6 سنوات على وجود الرئيس السيسي كرئيس جمهورية لمصرنا الحبيبة. الرئيس السيسي ما نقدرش ننكر ان هو اخذ مصر خارجه من ثورتين، وكل الامور كانت تقريبا كلها غير مهيكله، شبكات المرافق، الطرق، الحاله الامنيه طبعا بشكل خاص كانت منعدمه الانضباط، الشارع المصري عموما كان فاقد جزء كبير جدا من السيطره الامنيه ومن الشعور بالامان للمواطن المصري. برضو كان في كتير من العمليات الإرهابية اللي بتتم جوه القطر المصري. كل دي حاجات شفناها بعيننا، شفنا ناس عايزة توقف مسيرة الدولة. جه الرئيس عبد الفتاح السيسي من 6 سنوات وابتدى في مسيرة للتنمية والعمل المتكامل لبناء دولة مصرية جديدة، زي ما بنقول مصر الجديدة في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا احنا ما شفناش قبل كده في مصر الرئيس بيشتغل في كل مناحي الدولة، بيهتم بكل ما يهم المواطن المصري، كل ما يهم الكيان والوضع المصري، ان كان امنيا او اقتصاديا او دوليا. برضو هنشوف كم المشروعات اللي تم انجازها على ارض الواقع. يعني يمكن نقول مش كانوا محتاجين 6 سنين، كانوا محتاجين 60 سنة، عشان النهارده نقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدى بمجموعه من المشروعات بقت النهارده كلها على ارض الواقع، على الرؤيه الحقيقيه. ده شكل يبهر المصريين ويبهر العالم اجمع بمدى الجديه والالتزام والاهتمام بكل المشروعات القوميه اللي اتحطت على الخريطه في الفتره الزمنيه اللي هي 6 سنوات. في البدايه طبعا كان على راسهم مشروع قناه السويس الجديده، وكان تحدي كبير جدا، والأول مرة المصريين يتكاتفوا ويبقى عندهم هدف. قناة السويس الجديدة كانت بالنسبة للمصريين زي هدف يبتدوا ينتموا فيه للدولة، زي أيام ما كنا بنبني السد العالي. حاجة صعبة العالم بيقولك ما تقدرش تعملها، الدولة فيها مشاكل اقتصادية كتير جدا، هتقيم مشروع زي ده ازاي ويقام وينفذ بأموال المصريين؟ فده دليل ان المصريين بيقدروا لما يتكاتفوا تحت قيادة سياسية هم بيثقوا في قراراتها وفي جديتها وفي التزامها، يقدروا ان هم يحققوا كل شيء. في البداية كانت قناة السويس الجديدة واتبعها محور قناة السويس كدائرة اقتصادية لمجموعة من المشروعات، وبعديها ابتدت التنمية العمرانية على ارض مصر من 14 مدينة جديدة، على رأسهم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وكان تحدي كبير جدا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ازاي هيتعمل، ومحتاج فلوس كتير وشركات من بره هتعمله، لا المصريين مش هيقدروا يعملوه. وبرضو الرئيس تحدى بالمصريين وبثقته فيهم وبوقفتهم مع بعض ومعاه ان هم يتخطوا وينفذوا هذا المشروع العملاق. كمان هنشوف زي مشروع العالمين الجديدة، مشروع سياحي سكني متكامل على البحر الأبيض المتوسط في الساحل الشمالي، مشروع شكله مختلف جدا عن كل المشروعات العقارية السياحية اللي كانت موجودة على أرض مصر، فكر جديد، أبراج بشكل متطور جدا، ظاهرة حضارية جديدة على سواحل المصرية. كمان هنشوف مدى التقدم في شبكات الطرق، وكلنا يمكن بنلمس ده، كمية من الطرق والكباري الكثيرة والكثيرة جدا على مختلف مناحي مصر. كل الناس كانت بتشوف طريق بيتعمل يقول لك طب لما يكمل، طب مش عارف ايه، في الواقع بقت الطرق كلها شبكة متكاملة من الطرق تقدر ان هي تدور حوالين مصر كلها، طرق آمنة بشكل جديد بشكل كبير، معمول حساب المستقبل فيها، مش مجرد انه طريق بيتعمل لحارتين سيارات، لا اقل طريق بيتعمل ل5 و6 حارات، وده دليل على الرؤية المستقبلية. ارتفاع في التكاليف، لكن في الحقيقة انت بتعمل طريق مرة واحدة، مش هتعمل طريق كل كام سنة يعني.
ونشوف بقيه المشاريع بقى القوميه اللي بتمس المواطن المصري، وهي الاهتمام بالعشوائيات وكيفيه تغيير المجتمع العشوائي السكني من بيوت وعشش مهدمه الى مشروعات عمارات سكنيه بشكل نظيف محترم، منطقه يبقى فيها نادي، فيها جامع، فيها كل الخدمات اللي مطلوبه، بحيث ان المواطن يعيش حياه كريمه. ويمكن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عمل اكتر من مشروع، بينهم مشروع مليون صحه، ويمكن ده كان يعني انا شخصيا مش عارف هل دي كانت رؤيه من سياده الرئيس مستقبليه ان ممكن يحصل حاجه صحيه في مصر او في العالم، لانه كان مهتم جدا بصحه المصريين، مهتم بالاطفال في المدارس، وان هم ينزلوا لهم لجان وزاره الصحه يكشفوا عليهم ويشوفوا صحتهم عامله ازاي. ف ما نقدرش نقول إن, ان 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 حد كان يعرف ان هيحصل كورونا في العالم، لكن ده دليل الاهتمام بالجزئيه دي كان رؤيه مستقبليه بعيده المدى، وربنا اللي يعلم يعني مدى جدوى هذا المشروع. برضو لو اتكلمنا عن الصحه هنقول مكافحه فيروس سي، احنا كان عندنا من اسرنا واهالينا الكثيرين المرضى بفيروس سي، وبالفعل كلهم تم شفائهم وبالمجان. يعني النهارده دي حاجه تكاليفها عاليه جدا العلاجيه، والدوله كانت بتعالجهم بالمجان، الناس كانت واخده الموضوع باستهتار، لا مش معقول هيبقى في دواء يعالج فيروس سي. خلينا يا جماعه دايما نثق ان القياده السياسيه بتقول كلام هي بتبقى لمساه وواثقه منه، لازم احنا نقف جنب بعض ونقف جنب قيادتنا السياسيه ونحب بلدنا ونحافظ عليها، بدليل ان احنا في الازمات بنقف جنب بعض. يعني ده اكبر دليل المصريين لما بيتكاتفوا بيقدروا ان هم يتخطوا كل المستحيلات. النهارده عشان الدوله في الظروف الاقتصاديه الصعبه جدا اللي بتمر بيها، وفي خلال الست سنين تنفذ اكتر من 1000 مشروع على ارض الواقع تتكلف اكتر من 100 مليار جنيه مصري، ده رقم كبير جدا عشان يتصرف في مجموعة من المشروعات، دي حاجة مش صغيرة. زي ما احنا شايفين مصر شكلها بيتغير، بتترسم من اول وجديد، طرق، كباري، مدن جديدة، بنية تحتية، كل ده ما كانش موجود على ارض مصر. كل ده يذكر لوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي والمدى جرأته في اتخاذ القرارات وتصميمه على القرار اللي بياخده بيتنفذ وبيفضل متابعه، مش بيقول كلام وبعدين يسيب الموضوع، لا بالعكس بيفضل متابع الموضوع لما الموضوع يتنفذ بشكل متكامل. نشوف النهاردة الناس اللي اتنقلت من العشوائيات لأماكن سكنية تليق بمواطن ان هو يعيش بشكل أدمي، ان هو انسان من حقه ان يبقى عنده بيت يتقفل عليه باب في شكل فيه أدمية لحياته ولعيشته. برضو الاهتمام بمشروعات ما شفناش قبل كده، رئيس جمهورية بيهتم بان هو يشوف ازمات المشاكل المصانع والصناعة في مصر ويقول نخفض لهم من كمية المديونات اللي عليهم، نعيد جدولة ليهم تاني، نعيد تشغيل الصناعة المصرية. طبعا كل ده مع وجود شبكات الطرق العملاقة اللي اتعملت، كل ده بيسهل في النقل، بيسهل في التجارة، بيسهل في التصدير، لان الشبكة دي بتسهل ان الناس تتحرك، ان حركة النقل تمشي بسهولة، ان الحوادث تقل. فلازم نبقى شايفين ان الست سنين اللي فاتوا دول احنا كمواطنين مصريين مرينا بشكل من اشكال الضغوط الكثيرة جدا الاقتصادية، حتى بشكل شخصي كل الناس حاسة بده، لان كان في ضوابط معينة من البنك الدولي مفروضة علينا لازم نعدي بيها، وبالفعل قدرنا ان احنا نتخطى الخطوات دي. لما الناس اعضاء الاتحاد الافريقي، اتحاد المقاولين الافريقي، جم وشافوا الحاجات اللي موجوده على ارض مصر، الناس اتخضت، ما بقتش مصدقه ان ده موجود على ارض الواقع، فاكرين ان دي صور، مش حقيقه. الانفاق اللي اتعملت عشان تعيد ربط سيناء بجسم مصر مره اخرى، تغذي سيناء بالمصريين والمصريين يتواصلوا مع سيناء بشكل اسهل، مجموعة كبيرة جدا من الانفاق تم انجازها عشان تقدر توصل سيناء ويبقى في سهولة ويسر في الوصول لسيناء، رغم ان سيناء فيها الكثير والكثير من العمليات العسكرية اللي تمت على ارضها، ووجود شكل من اشكال الارهاب
اللي بيقاوم هناك وبيعمل مشاكل، ورغم كده القيادة السياسية مهتمة بالموضوع وواقفة بشكل قوي جدا وبتاخد خطوات جدية على أرض الواقع. لازم المصريين يبقوا عارفين إن هم بيبنوا بلدهم، بيعملوا تنمية، وإحنا كمان بنحارب الإرهاب. دي حرب، أنت في حرب بقالك سنين. النهاردة كانت الأول مستترة مش باينة، لا النهاردة بقت باينة، بقت معارك حربية. شباب من خير شباب مصر استشهدوا، ليه؟ عشان يحافظوا عليك وعلينا وعلى أهالينا وعلى أرضنا. مش معقول أبهاتنا وأجدادنا اللي ماتوا ودمهم جوه سينا هنيجي النهاردة نسيب سينا لشوية إرهابيين هيجوا يخوفوا الجيش المصري وياخدوا منه منطقة أو جزء منها. طبعا دي حاجة مستحيلة، ومستحيلة آلاف المرات مع وجود قيادة سياسية زي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه راجل أصلا بترجع أصوله للمدرسة العسكرية المصرية، وأكيد مش هيقبل أنه يفرط في حبة رمل على أرض مصر. كمان النهاردة كان في حاجة لمسة جميلة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو كان النهاردة في زيارة لمشروع الأسمرات. مشروع الأسمرات ده مشروع لجمع مجموعة من المصريين اللي كانوا عايشين في عشوائيات. تم بناء مجموعة من المساكن الأدمية زي ما بنقول بشكل محترم. ما شفناش قبل كده رئيس جمهورية بينزل يشوف المواطنين المصريين ويقف يتكلم معاهم. الرئيس وقف مع مجموعة من المواطنين المصريين، الناس العادية المتواضعة، أهالينا، واتكلم معاهم وقال لهم انتوا عاملين ايه والدنيا عاملة ايه معاكم، خلوا بالكم من نفسكم وصحتكم. كل اللمسات دي بتحسسك ان القيادة السياسية ورئيس الجمهورية ماهوش بعيد عنك، هو معاك، هو شايفك، هو بيحاول ان هو يوفر لك حياة فيها أمان وفيها شكل من التحضر. عايزين بقى نبطل الحواري والشوارع اللي مليانة صرف صحي والقرف اللي كنا بنشوفه في المناطق دي، المناطق تبقى سهل كمان تأمينها، ما يبقاش فيها بقى شكل من أشكال الانفلات الأمني، بلطجية وناس مش عارف إيه والكلام الغريب اللي كنا بنشوفه ده النهاردة ما بقاش موجود. لأن النهاردة أنت عامل تخطيط عمراني لمنطقة جديدة فيها شوارع وفيها خدمات وفيها مرافق. كل ده ما ينفعش يبقى موجود معاه انفلاتات أمنية في الداخل، لأن ده كله بقى له خرايط وبقى متشاف وشكله مختلف تماما. يعني كمان بنشوف ان الفترة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالشأن المصري. احنا عندنا يا جماعة اربع تحديات كبار جدا. التحدي الاول وهو استمرار محاربة الارهاب في سيناء، والحاجة التانية هي القلاقل واجتماع اعلام مصر اللي تم الاسبوع اللي فات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقيادات الليبية عشان استتباب الامن في ليبيا. وعندنا كمان موضوع سد النهضة برضو الرئيس شغال على الملف. المواضيع دي كبيرة مش حاجة صغيرة، وعندنا فوق دول كمان الكورونا. فالموضوع يعني مصر بتتخطى مجموعة من التحديات. الشعوب العالم اللي عندها كورونا بس عندها مشكلة وعمال يقولك احنا عندنا كورونا ومش عارفين نعمل ايه ومش عارفين ايه والدنيا عاملة ازاي وراحة فين وجاية منين. واقتصاديات العالم كلها فيها ازمات فظيعة جدا بسبب فيروس الكورونا، ورغم كده الرئيس قال لك لا احنا هنقاوم ونحافظ على صحة المصريين، وجماعة خلوا بالكم من نفسكم. يا ريت يا ريت يا ريت نهتم. مش لازم تفضل الدولة تقول لك لا انت عشان تدخل مكان عام لازم تلبس كمامة. طب ما تلبسها طول اليوم وانت بره، يعني ليه ما تخليش بالك من صحتك؟ انت لو مش خايف على نفسك خايف على اهلك وعلى اسرتك وعلى اطفالك اللي في البيت، خايف على والدك على والدتك لو هم كبار في السن، ولو هم صغيرين مفيش حد كبير على المرض. احنا في الاخر بنتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الانجازات والسنوات العظيمة اللي تم عليها مجموعة كبيرة جدا من المشروعات على ارض الواقع. المفروض بقى ان احنا الفترة الجاية دي نشوف بقى مدى الانجازات اللي تمت، نتابعها، نبقى مطمئنين اكتر، نقف بقى ورا الدولة بشكل متكاتف اكتر من كده عشان نقدر نتخطى المرحلة الصعبة اللي احنا فيها حاليا، وترجع مصر تاني اقتصاديا واستثماريا بشكل افضل وافضل وافضل. طبعا موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن سيادة الوزير اللواء محمود
شعراوي أصدر قرار بوقف تراخيص البناء الجديد لمدة 6 أشهر ووقف استمرار أعمال البناء سواء كانت تجديدات أو استعدال في مباني أو إعادة مبنى أو تجديدات في مباني، كل ده تم وقفه لمدة 6 أشهر. طبعا الموضوع ده شاغل الرأي العام جدا لأنه بيمس أكتر من زاوية، بيمس زاوية وهي المواطن العامل المصري اللي بيشتغل باليومية واللي ما عندوش دخل غير يوميته. طبعا لما المشاريع دي تقف أكيد في كمية من هذه العمالة هيتم وجود أزمة بالنسبة لهم، والرئيس حاسس بيهم بدليل أنه كان طلع قرار أنه يصرف 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة شهرية كحاجة مساعدة بس عشان الناس تعيش. فأكيد وقوف الحركة دي لفترة زمنية معينة هيوقف مجموعة من العمالة المصرية. وبرضو الموضوع مهتمين بيه جوه مجلس النواب المصري، بيناقشوه بيتكلموا فيه، وكان في اجتماع الأسبوع ده. هنشوف معانا ومعاكم سيادة النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة المحليات بمجلس النواب. مساء الخير يا ممدوح بيه. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب. طب صاحب سلام الله يخليك. الله يخليك. طبعا حضرتك شايف يعني المحليات النهاردة هي مدى اهتمام كل الناس اللي بتعمل في مجال المقاولات والإنشاءات داخل أرض مصر. احنا عرفنا ان حضرتك كنتوا في اجتماع مع سيادة الوزير اللواء محمود شعراوي بخصوص التفاعل مع القرار ده او كيفية تنفيذه على ارض الواقع. تمام. فحضرتك بس ممكن توطي صوت التلفزيون عشان طالع معانا في الهواء. لا ما مش ما فيش صوت تلفزيون خالص، ده انا وقفله. ده يبقى من الموبايل بقى يمكن. طيب تمام. كنا عايزين نعرف اخر اخبار المستجدات ايه، الاجتماع ده اسفر عن ايه؟ طبعا يعني لما صدر قرار 181 اللي صدره مجلس الوزراء على اساس ايقاف تراخيص البناء لمده 6 شهور، تمام، كان هناك ملابسات كثيره من بعض الناس او عدم فهم لهذا القرار من بعض المسؤولين. تمام. هذا القرار طبعا لم يصدر بطريقه عشوائيه او بطريقه غير مدروسه. اي قرارات تصدر بيبقى سبق دراستها بطريقه دقيقه جدا وطريقه مدروسه. تمام. لما اتخذ القرار اتخذ كان واضح جدا ان هو يطبق في العواصم، عواصم المحافظات فقط، وفي المدن الكبرى زي القاهره والجيزه والقليوبيه والاسكندريه كان متحدد بالظبط يعني. تمام. في بعض سلبيات تم يعني عدم فهمها في هذا القرار، ان بعض المسؤولين طبقوا الكلام ده على المدن الكبرى المقصود فيها مثلا مركز كبير، قريه كبيره، طبعا ده كله خطا. لا الكلام ده مش موجود في القرار اساسا. تمام. والكلام ده نتج عنه بلبله كثيره يعني، نتج عنه ان ازاي والكلام ده كله. واحنا طبعا اوقفنا اتكلمنا مع جميع المسؤولين ان احنا كلجنه اداره محليه، وتم ايقاف عدم تنفيذ كل من يحمل رخصه داخل قريه كبيره او مراكز مش عواصم كبرى بينفذ البناء بتاعه. يكمل بناء. ده اول سلبيه. تمام. ده اول سلبيه. ثاني سلبيه ان القرار واضح زي الشمس، بيقول بالنسبه للعواصم الكبرى كمان بحين اكتمال الشروط البنائيه والهندسيه والامن والسلامه وتوافر شروط الترخيص، لحين استكمال هذه الشروط، برضه تم بها فهم خاطئ ان المفروض الناس اللي هي عندها اساس الرخصه بتبقى طبعا مستوفاه الشروط، فيجب ان المسؤولين ما يوقفوش البناء بالنسبه لهم، لان طبعا الناس ديت اللي معاها رخصه ومكتمله فيها الشروط البنائيه والهندسيه والامن والسلامه وجميع الشروط من دراسات وخلافه، من حقهم وبيحموهم الدستور بالماده 35 بالنسبه لاي قرار بيتاخد، لان الرخصه دي اصبحت رخصه محصنه بالدستور، لان اصبح حق خاص، انا حصلت على رخصه والرخصه دي مستوفاه للشروط، فاصبحت محصنه ضد اي قرار اداري يصدر، لان طبعا دي مكتمله بالشروط.
ففي بعض الاخطاء من بعض المسؤولين استخدمها على ان ايه تم فهمها بطريقه خاطئه. بس هم على ارض على ارض الواقع اللي معاهم رخص مباني تم وقفهم مش شغالين. ما انا بقول هيتم مراجعتهم بقى. ما انا جاي اهو طبعا لما جينا على ارض الواقع بعض الناس اللي معاها رخص ومستوفاها الشروط ومش شغاله تمام. طبعا كان دورنا في لجنه الاداره المحليه اللجنه اللي هي بتتلامس مع جميع اطياف المجتمع تمام. واللجنه اللي لها علاقه بجميع قطاعات المجتمع ولها علاقه بالمواطنين بطريقه مباشره قلنا لابد ان احنا نعمل اجتماع في اللجنه وندعو له السيد المحترم اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه تمام. ان احنا نوضح الامر ان هناك بعض السلبيات اللي ممكن يترتب عليها نتائج عكسيه بالنسبه للدوله. ممكن بعض الناس اللي هي صدر لها تراخيص ومستوفاه الشروط بترفع قضايا ضد الدوله لان هذه الرخصه اصبحت محصنه من اي قرار اداري وتعود على الدوله بالتعويض وكذا وكذا. طبعا ده يكلف خزانه الدوله تكاليف كبيره. طب والاجتماع ده اصفر الاجتماع ده اصفر عن ايه؟ يعني خدتوا قرار ان مثلا اللي معاهم رخص مباني دول هتتعاملوا معاهم ازاي؟ طبعا بعد الاجتماع اتفقنا مع السيد وزير التنميه المحليه. طبعا في برضه حاجات عالميه انترناشونال بالنسبه للشركات اللي واخده يعني عامله تعاقدات كبيره على المستوى الاستثماري يعني عشان ما كترش عليك لان طبعا وقت البرنامج تمام. طبعا اتفقنا مع الوزير تم تشكيل لجان قام الوزير المحترم بالاستجابه الفوريه مع لجنه الاداره المحليه برئاسه المحترم احمد السجيري واللجنه كلها بالكامل كانت مجتمعه. اتفقنا قام الوزير باصدار تعليمات لجميع المحافظات على تشكيل لجان فوريه لمراجعه كل من صدر له ترخيص من حيث شروطه ومراجعه الشروط اللي موجوده في الترخيص هل متوفره ولا لا؟ واللي بينفذ متوفره ولا لا؟ الشروط البنائيه والهندسيه والامن والسلامه والشروط كل الشروط اللي هي تتوفر في الترخيص هيتم مراجعتها. من يثبت ان ترخيصه كاملا وانه ينفذ بطريقه مثاليه تتناسب مع الترخيص الذي صدر له سيقوم باستئناف البناء ويتم بناؤه دون ادنى مشاكل. تمام. دول هيكملوا بس يقدموا للجنه واللجنه تبص على الشغل الفعلي على ارض الواقع. هتشوف هتراجع لها دي لجان شكلت فعلا دخل المحافظات كلها بالكامل على ارض الواقع عشان تراجع جميع التراخيص ومن يثبت سلامه ترخيصه ويثبت انه ان يتناسب تنفيذ ما يقوم به من اعمال مع الترخيص بالضبط كما صدر الترخيص وشروطه سيقوم باستكمال بنائه دون ادنى خبر. طب هل حضرتك يعني حضرتك اتكلمت مع سياده الوزير ان الكلام ده يبقى يعني زمنه الاداري سهل يعني يبقى فيه يعني سرعه في الاجراءات دي؟ يا فندم تم اتخاذ قرار من الوزير مع جميع المحافظين بتشكيل لجان فورا مش لسه هيفكر فيها. تشكلها بالفعل. شكلها بالفعل كل محافظه شكلت اللجنه بتاعتها وادت بيان للوزير كامل واحنا اساسا خلال 15 يوم سيكون هناك لقاء اخر مع الوزير لمتابعه ما تم انجازه في هذا الموضوع. تشوفوا بقى ايه الملفات اللي اتقدمت واللي ابتدت تشتغل تتابع الموضوع طبعاً. على ارض الواقع. طيب كلنا في مركب واحد احنا نحافظ على هيبه الدوله ونحافظ على مصلحه المواطن في نفس الوقت. طبعا. طيب حضرتك شايف الـ 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 القرار ده هيحد فيما بعد مستقبلا؟ يعني هل في تخطيط جديد لشكل رخص المباني ممكن يبقى في الفتره القادمه بعد القرارات القديمه دي؟ طبعا ما هو دلوقتي القرار اتخذ نتيجه وجود سلبيات كبيره جدا موجوده على ارض الواقع. تمام. ما هو احنا القرار ما اتخذش بطريقه عشوائيه ولا بطريقه غير مدروسه. لا زي ما لا ما فيش قرارات بتتخذ عشوائيه ولا عشوائيه ازاي يعني؟ لا حصل فيه لبس في فهم بعض جوانب القرار. يعني في ناس فسرته تفسيرات خاطئه. والكلام ده كله وارد يعني وارد ان اي حاجه اي قرار يصدر يبقى فيه بعض الاخطاء ثم واخد بالك تتلافى هذه الاخطاء بسرعه وخلاص. لكن في المستقبل سيتم مراجعه الادارات الهندسيه هيبقى فيه تكليف واضح جدا ان كل التراخيص بتبقى لابد ان تتناسب مع الشروط البنائيه والهندسيه والامن والسلامه وتوافر العوامل اللي موجوده داخل المبنى نفسه. تمام خلاص تمام كده سيادة النايب. وبعدين توقف الب...
بناء مع مهندس توقف التصطيب عشان برضه العماله. كل التصطيبات الداخليه أيوة. اللي موجوده من محاره ودهانات وسباكه وكهرباء وغيره شغاله على فكره. دي شغاله على قفش. بعض الناس حتى بعض اصحاب الممالك في رباط طلع خبر. طب اهو ده خبر يبشر بكل خير يعني اللي حضرتك بتقوله ده ان هم يسيبوا الاعمال الداخليه واستكمال الاعمال الداخليه ده. ما عشان ما حدش يغلط بين استكمال بناء واستكمال تشطيب. لا مش استكمال بناء، احنا بنتكلم على استكمال التشطيب على الاقل جزء. لا التشطيب موجود. موجود. تمام. التشطيب موجود، كل اعمال التشطيب داخل الشقه من محاره ودهانات وكهرباء وسباكه وما وكل الاعمال اللي بتبقى داخل الشقه دي موجوده. تمام كده، تمام يا سياده النايب. احنا طبعا متشكرين جدا ومعلش اثقلنا عليك لا بالعكس، ده ليا الشرف. ونتمنى لحضرتك ان شاء الله شرفنا في حلقه كده ويكون معانا المتابعه بتاعه الوزاره حصل ايه، ونتكلم ونطلع الساده المشاهدين على كل جديد دايما باذن الله تعالى. تحت امرك وتحت امر اي حاجه تخدم الدوله وتخدم المواطن المصري. الف شكر، الف شكر، الف شكر يا فندم. ميرسي لحضرتك، شكرا، مع السلامه. هيكون معانا كمان مداخله مهمه جدا من المهندس عصام ادريس عضو لجنه الاداره المحليه. مساء الخير عصام بيه. النور. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا رئيس؟ الله يخليك. سلامي ليك ولضيوفك المحترمين. الله يخليك يا فندم. سلامي على معالي النائب المحترم، ربنا يكرمك. الله يخليك. طبعا حضرتك زي ما حضرتك لامس طبعا النهارده ايه، وزاره التنميه المحليه بقت تشتغل الشغل للناس. تمام. كل ما هو جديد بعد قرار وقف الـ الـ البناء و و والاعمال في الـ 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 العقارات داخل المحافظات. كنت عايز اسال حضرتك شايف الـ 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 الايجابيات من القرار ده ايه؟ والله هو انا بص لحضرتك يعني احنا طبعا احنا يهمنا مصلحه الدوله وقيمه الدوله والاوضاع اللي احنا موجودين فيها. انا على فكره انا قدمت طلب احاطه وكان عندنا معاد وزير التنميه المحليه وتحدثت في قرار 181 وقلنا ان القرار ده اساسا صدوره في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها خطر، لان العماله اللي بنتكلم عليها دي بتمثل 70% من العماله الغير منتظمه. تمام. فال 70% دولت انا النهارده في ظروف الدوله مش متحمله. لما الناس دي النهارده انا اقول ان الروح اصطاف يبقى العمليه صعبه. وعلى فكره وزير الاداره المحليه مشكورا طلعنا من توصيات اللجنه واحنا موجودين. حلو. واتفقنا ان يتم تشكيل لجنه لبحث التراخيص وسريانها قبل مده الحظر دي ما تنتهي. انت عارف قبل القرار بتاع 181 ما ينتهي. عارف المشكله ان هم معاهم رخص اوريدي زي ما حضرتك بتقول، يعني هم بالفعل معاهم رخص. لا هو معالي الوزير كان معانا واحنا وانا ناقشته، وكان معايا احمد السجيني وابي منصور وكل اللجنه، ولان احنا شايفين الرؤيه من منظور مصلحه البلد ومصلحه المواطن. تمام. هذا القرار ضد مصلحه البلد وضد مصلحه المواطن. دي نمره واحد بالنسبه للقرار 181. نمره اثنين اللي احنا تحدثنا فيه حكايه القانون 17 والازالات التي تتم لمقدمي الطلبات اللي هي خاصه بنموذج 3. انا النهارده بتصالح وبصحح وضعي القانوني، بنفاجئ ان ناس بتقدم تصالح وبيتم الازالات ليه، على الرغم ان ده مخالف لقرار وزير الاداره المحليه ومخالف لتعليمات السيد رئيس الجمهوريه. طب مش هو النهارده يا جماعه احنا بنعمل القانون التعليمات في الازاله دي ان هو كان لحد تاريخ معين، هو تاريخ المصالحات اللي هو لحد باشا. هم للاسف ان في البعض بيخترق هذه الامور وبيتم ازالات على ما قبل التصالحات القديمه اللي هي قبل 6/2018. القديمه دي حاجه وبيتم الازاله على من مقدم الطلب التصالحات كمان، يعني اللي بنى في ظل القانون القديم. واحنا لما بنيجي نكلم بتوع الاداره المحليه للاسف يعني هو وضع بالنسبه لهم المفروض ان هم يتفهموا وهم مرنين في تطبيق القانون، انما هو بيقول لك انا ماشي بتعليمات. يا عم مفيش حاجه اسمها تعليمات قدام القانون. انت النهارده طالما واحد قدم لك نموذج 3 طبقا لنص الماده 10 في تظلم 30 يوم وفي بعديه 90 يوم وهكذا، ويتم العمليه يبقى فيها مرونه لحد ما تشوف الراجل ده وضعه القانوني صح ولا غلط. انما انا النهارده انا قدمت التظلم ثاني يوم ازيد، لا اصل قدمت الطلب بتاع نموذج 3 ثاني يوم ازيد. ايه يا عم هو انتوا بتشتغلوا بدماغكم؟ اصل تعليمات عمر رئيس الجمهوريه وعمر وزير الاداره المحليه وعمر السيد رئيس الوزراء ما يمشوا بتعليمات تهدر اموال الدوله سواء الاموال العامه او الاموال الخاصه. انما احنا النهارده لما نيجي نتكلم على هيبه الدوله، لا هيبه الدوله ما تم بعد القانون اللي احنا اصدرناه اللي هو قانون 17 لسنه 2019 برمه وفرمه، لان بعد هو التاريخ ده بالظبط.
دي حاجه. حاجه الثالثه كمان والمهمه برضو عشان بس الناس تبقى فاهمه، ان احنا النهارده انا عندي وزاره الزراعه، وزاره الاسكان، وزاره الاداره المحليه، انتوا عندكم من 2006 تصوير جوي بتاع الحيز العمراني في كل محافظات مصر. للاسف احنا برضو ما اتكلمنا، قالوا احنا هنتحرك. طب يا جماعه انتوا بتتحركوا في ايه؟ يا جماعه اما نشتغل صح. الاهم من ده كله، انت النهارده انت جايب لي الراجل اللي هو بنى برج واللي سكنه واللي عمل واللي شاء عمره وده وده وده، حتى لو هو مخالف، وما حسبتش الحرامي اللي عندك بتاع الاداره المحليه؟ للاسف احنا سايبينهم مطلقين اليد زي ما هم. فانا انا انا زي ما بقول لحضرتك، هذا القرار يجب دراسته جيدا، القرار 181، يجب دراسه القانون جيدا، القانون 17، يجب محاسبه بتوع الاداره المحليه قبل ما نحاسب الناس على اخطاء، لان هم دولت الاساس اللي وصلوا الناس لهذا الخطر. يجب اعتماد الحيز العمراني، لان الحيز العمراني ده هيفرق وهيصحح اوضاع كثيره ممكن تبقى خاطئه في الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه. طب ده وجهه نظري بصفه عامه بهذا الوضع وما يتم فيه. تمام. طيب حضرتك شايف ان 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 يعني من كلام حضرتك انا شايف ان في تجاوب من سياده الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنميه المحليه في 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 في, في سرعه الاجراءات وفي يعني دي انا بحيي معالي الوزير محمود شعراوي، لان هو راجل محترم وراجل مستجيب، بس للاسف اللي بيفسر بعديه بيفسر غلط. يعني هو اللي هو محمود شعراوي نازل على صفحه وزاره الاداره المحليه ان هو بمجرد تقديم الطلب بيوقف اي قرارات ازاله. طب انت النهارده انت منزل الوضع ده على صفحتك الرسميه وكل المحافظين وكل مجرد تقديم طلب التصالح يحسبوه. لو في طلب تصالح المفروض ما يبقاش فيه ازالات. لا، بيتم الازالات، وده للاسف احنا انا بطالب وزير الاداره المحليه بان هو يبقى فيه كتاب دوري يقول لهم كل من تقدم الصالح لا يتم له الازاله، لان ده خراب بيوت. وده للاسف انا ناس من اسكندريه لاسوان بيحدثوني في هذا الشأن بحكم ان انا نائب وكراجل قانون، وللاسف احنا بنقول يا جماعه احنا عملنا كذا، وبالفعل احنا قدمنا طلب الاحاطه وبداوا يشتغلوا فيه، بس يا ريت يبقى في سرعه في الاجراءات عشان ما يحصلش تدمير للعماله، ما يحصلش لا تدمير تاني في مشكله تانيه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا كل المنشات المخالفه دي لو انا طبقت قانون التصالح، يعني معلش حتى اللجان هي ما بتتمش. يعني انا بقدم طلب التصالح، احنا كم اللي تقدم في مصر كام، وكم اللي اتصالحوا كام، وكم اللي اتفصل فيه كام، هو كم يعني كم المخالفات المحصوره؟ المفروض ان هم 2 مليون و800 الف مخالفه. يا معالي الباشا، انا لو حسبت 2 مليون و800 الف مخالفه، لو انا قلت كل مخالفه متوسطها من 100 ل 200 الف جنيه، يعني انا بتكلم في حوالي 400 مليار جنيه، او يعني حوالي 2 تريليون جنيه. يعني رقم كده، يعني ده هم 3 تريليون تقريبا وشويه موازن الدوله. فانا النهارده يعني انا يا جماعه سيبها يا جماعه، الراجل اللي مطحون ده رئيس الجمهوريه اللي مطحون ده عشان يبني دوله، ساعدوه عشان يبني الدوله، ما تساعدوش عشان الدوله تهد بسبب تنفيذ تعليمات خاطئه هي مش صادره منه، دي منكم انتوا من القاعده اللي تحت. فهو انا بطالب وزير الاداره المحليه، بطالب المحافظين، بطالب السيد رئيس الوزراء بان هو يوجه انه يا جماعه تطبقوا القانون صح، ما تخالفوش القانون عشان ما تضرش الدوله وعشان ما تضرش المواطن. تمام كده، متشكرين طبعا ليك جدا يا سياده النائب. الله يخليك، ربنا يكرمك، وكلامك عظيم ويعني يمس كل جوانب الموضوع من كل الجوانب. يعني تسلم لي، تسلم لي، ربنا يخليك، تعيش يا فندم. تسلم للمشاهدين وكل سنه وانت طيب. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك، اتفضل، ربنا يخليك فندم، مع الف سلامه، مع السلامه. زي ما شفنا دول كانوا مداخلتين عن اعضاء مجلس النواب عن لجنه التنميه المحليه. هيكون معانا مداخلة كمان من المهندس عادل عامر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب. مساء الخير يا سيادة النائب. أهلا، مساء الخير عادل بيه، ازي حضرتك، أخبارك؟ ازي حضرتك، كلكم كويسين الحمد لله. والله الحمد لله زي الفل، ربنا يحفظكم جميعا. ربنا يخليك. أخبار قانون التصالحات إيه في ظل وقف المباني؟ كان معايا سيادة النائب بيقول إن في مجموعة من الإزالات بتتم، فأخبار قانون التصالح إيه؟ والله هو يعني حضرتك مفترض احنا بنناقش تعديلات قانون 119 قانون البناء الموحد، كان الحقيقه الغرض منه ان الحقيقه نعمل انفراجه ما بين الدوله وما بين طبعا المواطن. تمام. والمفترض ان انا كنت محافظ طبعا على الكينونه العقاريه اللي هي تمثل عصب الحاله الاقتصاديه في مصر. طبعا ثروه. وفي نفس الوقت طبعا بحصل حقوق الدوله. بالظبط. عشان نستخدمها في البنيه التحتيه، في المرافق الى غير ذلك. تمام.
حضرتك الحقيقة كان في مفاجأة ان يعني في لقاء مع محافظ القليوبية فبسأله فقال لي تقريبا لم يتقدم لي سوى 10% من المواطنين. فطبعا دي كان الحقيقة مفاجأة كبيرة جدا ان 10% فقط يعني من مواطنينا اللي يسعوا لانهم يعملوا تصالح لأوضاعهم وطبعا يبدأ يتفقوا مع اللجنة المشكلة ده في كل محافظة على مسألة التقنين، وطبعا يبدأ بقى اللي عاوز يخلص يخلص واللي قصط يقصط، ودي بقى الآلية ايه اشتغلت وبقت حاجة يعني منظمة ويبقى عملنا حاجة. الحقيقة بعد كده قالوا ان في اشكالية. ايه الاشكالية ديت؟ قالوا الرسم اللي هو كان مقرر لا طبعا الاستشاري واخد بالك معايا بصلاحية المبنى، ثم بعد ذلك الموضوع اشتغل على فكرة ان مهندسين طبعا عشان تطلع الاعتمادات ديت طلع شهادة صلاحية بيطلبوا مبالغ كبيرة جدا. بالظبط. الحقيقة طبعا عادة المداولة داخل المجلس مرة اخرى والمجلس حاد دخل ورفع تقريبا الرسوم ديت، وبناء عليه كان في حلم وامل كبير ان الناس تسارع مرة اخرى لمسألة التقنين، الا ان برضو ما زال في تراخي من الحقيقة المواطنين في مسألة ان هم يسرعوا على ان هم يعملوا عملية تصالح، رغم ان الحقيقة بقى في اليات كثيرة جدا دلوقتي بتسهل عليهم المسألة، تسهل الموضوع. ايه ذا القصة؟ يبدو ان الموضوع مش واخد حقه اعلاميا. يجب ان الموضوع يسلط عليه الضوء بقوة. طب مش ممكن حضرتك من خلال رايح وهكذا ويتقال بالظبط؟ ايوه بالظبط. يعني مش ممكن حضرتك النهارده ك ك ك كعضو مثلا في لجنه الاسكان تجيبوا بيان بالشرايح بتاعت المناطق بالاسعار بالفلوس بيدفع كام في المتر عشان الناس تطمن، لان برضو الناس عندها برضو في بعض الناس عندها معلومات مغلوطه، يعني المعلومات يعني اللي وصلهم غلط. النهارده اي مديريه اسكان النهارده عندها واخد بالك معايا اللائحه يعني نازله وواضح فيها واخد بالك معايا احاسب ازاي والطلب يتقدم ازاي والاسلوب ايه وكل حاجه. بالظبط. يعني حضرتك لو تشرفنا في حلقه ونقول للناس ونقول للناس بالتفصيل هو ازاي يقدم على التصالح، وطبعا انتوا تطالبوا في المجلس، هم كانوا مدوا الفتره لمده تانية، دي مده تانية، ويمدوا الفتره شويه على المواطن يستوعب الموضوع. يعني الموضوع برضو مش واصل لكل الناس. الموضوع لو ركزنا عليه اعلاميا كويس وفعلا زي ما حضرتك اشرت يعني بقى في اريحيه لمده عام اخر بالظبط، يبقى ان شاء الله تقريبا ونفهمهم ان الموضوع سهل وما تقلقوش وقدموا الحصيله ترتفع وتبقى حاجه مناسبه جدا. برضو محور تاني سيادتك، برضو في اشكاليه يجب برضو انا تقدمت بطلب لمعالي وزير التنميه المحليه بهذا الامر. تمام. تناقشت مع السيد محافظ القليوبيه برضو في المساله الحقيقه، وهو احال الموضوع للشؤون القانونيه لتفسير طبعا مواد القانون عنده عشان يبقى بصدد اتخاذ قرار. ايه ده؟ تمام. انا عندي مثلا مباني اتبنت في القرى. تمام. المباني دي حضرتك اللي اتبنت في القرى قبل 18/3 قبل تاريخ القانون. قبل صدور القانون. تمام. المفترض ان هي تعامل بالقانون الذي كان يحكم في تلك الفترة. بالظبط، بالقانون القديم مش الجديد. بالقانون القديم وليس بالقانون الحالي. تمام. ولكن دلوقتي الاهالي فوجئوا بايه بمساله غريبه. ان دلوقتي الحملات في الموجات المتلاحقه في الازالات ان حالات ما قبل 18/3 بقى يزال له ثم يحاكم بقى بايه بالاحاله الى المحاكم العسكريه. اللي هو اقام المنشا. الاقام المنشا. طب انا اقمت المنشا قبل صدور مساله الاحاله للمحاكم العسكريه. تمام. يجب ان انا افرق بين حاجتين، ما قبل القانون وما بعد القانون. بالظبط كده. اللي بعد القانون انت عرقبته. بالظبط. بالظبط، احسنت. تمام. انت بقيت عارف ان الجريمه دي اعدام، خلاص انت عملتها تتعدم. بالظبط، لان القانون لا يطبق باثر واقعي. وبكده حضرتك النهارده انا بحافظ على فعلا اقتصاديات الناس دي. النهارده
انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، والنهارده انا لما بدمر مثل هذه المباني في النهايه هي جزء من مكونات الاقتصاد المصري. طبعا انا دلوقتي انا اولا هو الاقتصاد عباره عن ايه؟ عن كل المدخلات. بالظبط. المدخلات دي سواء فرديه او سواء لمؤاخذه قطاعيه. بالزبط. او هيكل او الاخر. ما هي المنشات دي كمان ما هي استهلاكيه. أوه. يعني بتاخد ميه وبتاخد كهرباء وبتدفع ضرائب عقاريه، يعني عليها حاجات كتير. بالظبط بالظبط. فصار الامر النهارده لازم النهارده يتشرح. انا يعني شايف. طب ودي برضو تتبع المحليات؟ يعني الازالات دي تتبع المحليات؟ طبعا تتبع المحليات. انا شايف اني دلوقتي يستوجب زي ما احنا أجلنا النهارده ومطلع قوانين النهارده تشريعيه، لازم القائمين على التنفيذ يتعمل لهم دورات تدريبيه داخل المحافظات. اللي بينفذوا نفسه. ليه بقى؟ لان النهارده معلش النهارده انت عندك موظف برضو معذور محدش شرح له القانون بعد صدوره. فممكن النهارده يطبق، واخد بالك معايا، وهو لم يعرف فلسفه القانون. بالظبط. يعني هي اللائحه التنفيذيه، اللائحه التنفيذيه ما نزلتش لسه. ما هو في حاجه اسمها فلسفه الايه؟ القانون. بالظبط. اللي ما يعرفش الفلسفه يذهب الى تفسير اخر. بالظبط. يبقى دلوقتي احنا دلوقتي انحرفنا عن المقصد والغايه، عن الهدف الاساسي ان انت عايز تصاب الخطا. بالظبط كده. فيبقى المساله يجب ان احنا دلوقتي هنراجع، نراجع كله وندرب القائمين على الامر في المستويات المختلفه، وبالتالي يبقى بنوضح للمواطن ان احنا ما بنزلش غير للمواطن اللي هو مخالف بحق وتعمد مخالفة القانون. هو عارف عادل بيه المشكلة الحقيقية في الناس. نعم. اللي بتبقى واقعة في المنطقة الوسطية بين القانون وما قبل القانون. نعم. هم دول، هي دي الجزئية اللي دايما بيبقى عليها لغط في في في, في في حال التشريع اي قانون جديد. بيبقى في ناس واقعه في المنطقه اللي في النص. بالزبط. فيما قبل وما بعد. بالزبط. اللي بعد ده موته وقطع رقبته، يعني ده خلاص. هو انت قلت لي انا عامل فيه كذا. خلاص. بعد خلاص. يعني ده خلاص هو عارف انه بيعمل جريمه مؤكده. احنا بنحافظ على حقك كمواطن، احنا بنحافظ على حق الدوله. بالظبط. واخد بال حضرتك معايا؟ ما هو برضه انا النهارده بحافظ على الرقعه الزراعيه النهارده. بعد صدور القانون. لا دي جريمه، ده دي جريمه. ده مساله امن قومي فعلا. الناس هتاكل منين وتعيش منين؟ طب وبعد انت النهارده عندك ارض اوريدي كانت موجوده وبتزرع والناس جابت فوقها. دي جريمه يعني. بالظبط كده. بس اللي بقى ما قبل القانون يتصالح. اما ما قبل بقى لا، يبقى لازم احنا اساسا برضه ما نحلش الناس دي للحقيقه المحاكم العسكريه. تمام. ويعني ده هيبقى عين الصواب وعين العدل. تمام. وان انا ابقى كده دوله قانون فعلا ودوله مؤسسه. خلاص حضرتك جهز لنا ملف بال. نعم. كيفيه اجراءات التصالح. بالورق اللي مطلوب، بالحاجات، بكل حاجه، ونشرحها للساده المشاهدين. وحضرتك تشرفنا في حلقه، يعني ان شاء الله تبقى معانا. لا ان شاء الله لنا الشرف يعني. ان شاء الله. طيب ابعت لك يعني ملف كامل باذن الله. خلاص زي الفل. وان شاء الله واخد بالك معايا مع التوعيه زي الفل. يعني نقدر فعلا نعمل التوازن. بالظبط. هو يعني بالظبط. وهتلاقي بعديها بقى اقبال من الناس على الموضوع. بالظبط. وبكده يبقى تقريبا احنا يعني بنحل مشكله يعني كبيره جدا كانت موجوده في بلدنا. بالظبط. واحوج ما نكون الى خدمه مواطنينا. تمام. ان هو ما جعلت الحكومات الا في خدمه مواطنيها يعني. تمام كده يا فندم. خلاص احنا في انتظار الملف ده، هنتابعه مع حضرتك ونلتقي بيك ان شاء الله في حلقه معانا ان شاء الله على الهواء. يسعدني ذلك. هذا يشرفنا. شكرا شكرا عادل بيه، تعبناك. تحياتي. موفق دوما. ميرسي يا سياده النايب. الف شكر يا فندم. الف شكر. اعزائي المشاهدين، هيكون معانا كمان اتصال هام جدا من المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعيه رجال الاعمال المصريه. ومساء الخير يا فتح الله بيه. اهلا، مساء الخير عليك. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انا عارف ان طبعا حضرتك طبعا يعني من مخضرمي الاستثمار العقاري في مصر، ومن الخبراء العقاريين الكبار، وطبعا احنا دايما بنشرف بحضرتك وبارائك يعني البناءه والمفيده للاقتصاد المصري ككل. انا كنت عرفت ان انتوا قدمتوا مذكره بخصوص وقف المباني، القرار اللي طلع عن وزير التنميه المحليه سياده اللواء محمود شعراوي. فكنت قدمت مذكره، فعايز اعرف بقى المذكره دي سريعا كده راحت فين واخبارها ايه؟ طبعا المذكره يعني بتاكد ان جمعيه رجال الاعمال
متفقة تماما جدا 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 على ان لازم يكون القانون له هيبة طبعا، وله ان الناس لازم تحترم القانون تمام، ولازم المخالفات كان قرار جريء جدا وقرار حاسم جدا وقرار كان مفروض مننتظره جميعا، ان لازم ازالة المخالفات ولازم المخالف يتحاسب حساب عسير علشان لا يتجرأ ابدا اي حد انه يقدم تاني يعمل الخطوة دي، يتعدى على القانون تمام، او يتعدى على حق الجير او يعمل اي مخالفات. القرار ده هو قرار سليم 100%. تمام، يبقى انا احنا متفقين على طيب نقطة، ولكن مختلفين على نقطة واحدة بس. ايوه نقطة بقى اللي هم الناس اللي معاهم رخص مباني و و و و و و وموقوفين. اللي خالف حاسبه اسجنه خد منه حق الدولة، كل الكلام ده. اي رخصة موجودة لسه لم يتم صرفها من الحي اوقفها لغاية لما تراجع اي حاجة اشتراطات. بالظبط، وتغير الشرطات حتى لو هتغير الشرطات. مظبوط، مفيش مشكلة. بالظبط، ولكن انا احنا بنتكلم على التراخيص التي صرف التي تم صدرت بالفعل، الناس معاها رخص مباني بالفعل. وابتدت اشتغلت فيها وما عندهاش اي مخالفات. يعني التزمت برسومات التراخيص. تمام. والتزمت برسومات التراخيص. دول تم وقفه. مطلبنا واحد بس. ان هو شغال اعتبره اولوية انك تراجع عليه لو هو مخالف في رسومات الترخيص وقفه واسحب منه الترخيص وحاسبه. ولكن لو هو ملتزم، لو هو ملتزم برسومات التراخيص وبشروط الرخصة وكل حاجة التفاصيل هي سيبه يستمر، لان وقفته فيها عطل العمال طبعا، عطل الراس مال، هتزود الاعباء على المستثمر بخلاف الاعباء اللي هو متحملها بسبب فيروس كورونا اللي هو بقاله النهارده من شهر 2 لغايه دلوقتي متحملها. ايضا هتزود الاعباء على الدوله في العماله المعطله، اليوميه المعطله اللي هتيجي الدوله تشوف لها 500 جنيه كل شهر. يعني مقترح المذكره دي ان هم يسيبوا اللي معاهم رخص يشتغلوا ويتابعوهم وهم بيشتغلوا. مظبوط كده، واعمل اجراء عاجل وسريع بدل ما يبقى 6 شهور كل اداره محليه كل التراخيص اللي هي الجاريه. لو لقيته ان هو خالف رسومات الرخصه وقفه على طول. طب وحضرتك قدمت المذكره دي لمين؟ لسياده الوزير اللي هو محمود شعراوي؟ قدمتها رئيس مجلس الوزراء. تمام. وابعت صوره منها لوزير الاسكان، وزير التنميه المحليه. تمام. والرقابه الاداريه. طيب يا مسهل، يا رب ان شاء الله يكون خير، لان كان في اجتماع في مجلس النواب خلال الاسبوع ده مع سياده اللي هو محمود شعراوي، وهو برضه متفاهم للمواضيع، وقالوا ان الدنيا ممكن تبقى يعني ايه، ان يبقى في لجان في كل محافظة، نزل تكليف بعمل لجان في كل محافظة، وان هم يسرعوا بالخطوات عشان الناس تبتدي تتحرك يعني. فمع مذكرة حضرتك دي للمشروعات الجارية ومصروف لها تراخيص. بالظبط، اللي معاه رخصة. بالظبط، دي اولوية اولى. عشان المقاول ما يعطلش، عشان الخامات اللي في الموقع ما تسرقش، عشان العمالة كمان ما تتسرحش. بالظبط بالظبط بالظبط. ماشي ماشي فتح الله بيه، الف شكر لحضرتك ولمداخلتك العظيمه، وربنا يقويك في المذكره دي ان شاء الله وتجيب نتائج كويسه ونبشر بيها الساده المشاهدين. ربنا يسهل ان شاء الله. متشكر جدا، الف شكر. شكرا فتح الله بيه، ميرسي لحضرتك. اعزائي المشاهدين، هيكون معانا مداخله مع المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس اداره اتحاد مقاولي التشييد والبناء. مساء الخير يا محمد بيه. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك يا باشا؟ ازيك يا باشمهندس، اخبار حضرتك ايه؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ الحمد لله. قول لي سريعا كده، ايه رايك في القرار بتاع وقف تراخيص المباني ده؟ يبقى مجدي من انهي ناحيه؟ ايه كويس فيه؟ يعني هل ده هيحد من المخالفات، الناس بعد كده هتخاف انها تخالف؟ هل هيحد من حركه العشوائيه اللي كانت بتحصل في التنفيذ؟ هل هيحد من عدم الالتزام برخص المباني اللي صادره للمنتفعين بيها؟ فقول لي كده ايه رايك؟ يعني القرار له كذا، يعني من هو يمتلك رخصه اعتقد ان هو اكتسب وضع قانوني. تمام. من المفروض ان هو يتم الحفاظ عليه واحترامه. طيب. لان الوضع ده بحكم الدستور، انا استلمت رخصه يبقى انا الدوله يعني نحترم ختم النسر اللي عملها. وافقت انها ادتني ترخيص ان انا اشتغل. بس خلاص. تمام. لان الغاء هذه الرخصه مخالف للقانون وللدستور. بس هم ما الغوهاش. اعطتني الرخصه. هم ما الغوهاش. او ايقافها يعني. ايقاف مؤقت يعني. انما حضرتك احنا بنتكلم عموما. القرار قرار مش مؤثر خالص على حركه العمران، عشان في ناس كتير بتحاول تصدر موضوع. اولا من يمارس هذه الاعمال المخالفه
في محافظات مصر ليسوا مقاولين، دي مجموعه من الناس مش اللي بيمتلكوا رخص اللي بيعملوا. لا احنا بنتكلم هو المتضرر، المتضرر اللي معاه رخصه، لكن المخالف ده خلاص قطعت رقبته، ده مش هيشتغل تاني. اللي معاه رخصه ده حضرتك ده وضعه قانوني، ده اعتقد ان احنا لازم نحافظ على وضعه، وكانت نسبه قليله اعتقد عدد الرخص على مستوى اي محافظه او عاصمه محافظه من اللي تم الايقاف هيبقى اعداد محدوده يعني على ايدي الواحده، مش هيبقى ارقام كبيره يعني. يعني اصلا خد بال حضرتك احنا بنتكلم في متخللات، يعني بنتكلم في القاهره والجيزه والقلويه. لا يا عواصم المحافظات كلها. وعواصم المحافظات. اه طب. يعني لما نيجي نقول طنطا، طنطا كلها على بعضها بتطلع كام رخصه؟ لما نيجي نقول اسيوط يعني هتلاقي كلها اعداد قليله مش مش مؤثره زي ما الناس متخيله على حركه العمران الكبيره. انما حضرتك بالنسبه لكل الاماكن اللي هي تخص هيئه المجتمعات او مشاريع الدوله دي ما فيهاش اي مشكله خالص ولا وليس لها علاقه. لا مشاريع الدوله شغاله، هيئه المجتمعات شغاله عادي ما عندهاش اي توقف. شغاله. والمشروعات القوميه سياده الرئيس قال المشروعات القوميه شغاله عادي. مالهاش علاقه. اه بالظبط. انما حضرتك احنا لما نمشي ونبص على الابراج وعلى اللي اتعمل في مصر في السنين اللي فاتت اعتقد ان في جرائم ارتكبت من المخالفات هتقعد اجيال كبيره تعاني منها. دول ليسوا مقاولين وليسوا لهم علاقه خالص. دي مجموعه من العصابات المنظمه اللي قامت فعلا بعمل مكاسب ضخمه، لان برضو في ناس مش فاهمه ان اللي بيبني برج مخالف ده خد من ضرايب حضرتك ومن ضرايبي. طب البرج ده حضرتك محتاج صرف ومحتاج ميه ومحتاج كهرباء ومحتاج غاز. طب من اللي احنا بندفعه من فلوس انا وحضرتك. الضرايب بتاعتنا احنا بالظبط. فمن المفروض حضرتك ان الناس دي تدفع بقى ثمن هذه الاخطاء والناس دي تحاسب. يعني حضرتك احنا قدامنا الشواهد في كل محافظات مصر معروفه، بيدخلوا اثنين ثلاثه معروفين بيجيبوا واحد اللي اسمه الكحول يبني البرج باسم بيبنوا الرخصه باسم الكحول، بيبنوا باسم الكحول ده والمخالفات تيجي باسم. طب وفي الكلام ده في اي دوله حتى في خلال افريقيا؟ لا طب ما لازم القصه دي تقف. لا ولازم الناس دي تحاسب. طب ما هو المفروض ان القانون طلع لتسويه وضع دول اللي هو القانون بتاع 2019 لتسويه وضع دول، يعملوا مصالحات على المخالفات اللي عملوها وسلامه انشائيه للمنشاه وخلاص، وما يعيدش ده تاني بقى. ما احنا مش هنعيد تاني العشوائيات، يعني مش هينفع يبقى الرئيس بينظف البلد وهم يرجعوا تاني يتنيلوا يبنوا تاني مباني مخالفه تاني وابراج من غير رخص وشغلانه سودة. يعني ما هو الايقاف دلوقتي يا فندم مقصود ان في خلال اعتقد يعني العقوبه في خلال الوقت ده هتعرض قانون هيبقى ما بينه وما بين اعتقد ان فكره المخالفات دي على مستوى العالم انتهت، مش موجوده غير في العشوائيات. المفروض ان فكره المخالفه يبقى في عقد بينك وبين الدوله. ما هو 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 الجديد ان شاء الله يعني التوقعات ان هيبقى في عقد ملزم ما بين صاحب المنشا وما بين الدوله. طيب تاني حاجه يا فندم، في الاحوزه العمرانيه اللي هي داخله في كل محافظات مصر. تمام. حضرتك بنيجي بنقول مثلا مدينه بنها دخل 1000 فدان. حضرتك بتمتلك فدان زراعي، بتروح واخد الفدان طالما دخلت الاحوزه العمرانيه. تمام. بتقسمه بالطريقه اللي بتتراءى لك انت. وتقلبه مجتمعات عمرانيه. لاي حاجه بتاخد صرف وميه وكهرباء كل ده على حسابي. المفروض ان في اعتقد هيبقى في قانون ينظم هذه العلاقه. لا طبعا ده ليه قانون لوحده. حتى يدفع ضريبه تحسين. طبعا. ده هيدفع. لا ده هيدفع. ده هيدفع ضريبه اسمها ضريبه تحويل، بيغير نشاط وينقل من جهه الولايه لجهه اخرى. يعني ده هينقل لمجتمعات عمرانيه جديده بدل ما كان تابع وزاره الزراعه. المقصود ان احنا لما نقف شويه عشان نعيد صياغه الامور من جديد ونرجع الامور لنصابها. تمام. اعتقد ان احنا المفروض، بس اهم حاجه فعلا الناس اللي معاها رخص من المفروض سرعه اعاده شغلهم، لان دي ناس مكتسبه وضع قانوني. بالظبط. ليس لهم اي مشكله بالقرار ولكن هو السيد وزير لا وسياده الوزير طلع تعليمات، كان في اجتماع في مجلس النواب الاسبوع ده ومع سياده الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنميه المحليه، وطلع تعليمات بتشكيل لجان، مكلف كل المحافظين بتشكيل لجان وسرعه انجاز الموضوع عشان الناس اللي معاها رخص تبتدي توضح موقفها. انما نفسنا ان موضوع المخالفات ده على مستوى مصر ينتهي كفايه قوي كده، لان فعلا احنا تعانينا منه. بص على الدايري كده، بص تمام. على الاسكندريه، بص بالزبط. على المنظر، منظر غير حضاري بالمره. بالزبط. وبيتم فيه حضرتك للاسف ان هو بيبني البرج
ويبيع الشقه بسعر مخفض لان هو اللي بيشتري عارف انه مخالف. اه طبعا ما هو هيبيع لك ويجري، هو مفيش مالهاش صاحب. نوع من يعني هو طبعا متواطئين، اللي اشترى متواطئ واللي بيع متواطئ. طبعا بالظبط. مفيش بقى كل واحد يصدر لي فيلم الغلابه اصل شوف الساكن الغلبان، لا هو شاريها وعارف انها مخالفه. معلش خلاص بقى ده وضع قائم ويتصالحوا عليه والموضوع ينتهي، بس ما يتكررش تاني يا فندم. اللي لسه ما وصلوش مرافق، لا ما يتكررش تاني. الكميه الكبيره دي لسه ما وصلوش مرافق، واللي هو المفروض مصالحه، من المفروض ان المصالحات الكلام ده يبقى في يعني حضرتك القانون برضو لما اتعمل ما كانش فيه المرونه الكافيه وما كانش فيه الضوابط اللي هي تسرع من ما مع التطبيق بقى مع التطبيق هيتحرك ان شاء الله. بس اهم حاجه الناس ما تخالفش تاني بقى، كفانا مخالفات يعني اللي خالف وخلصنا ما يرجعش تاني. الصفحه دي تقفل خالص يا فندم ان شاء الله باذن الله. طبعا بنشكرك جدا على مداخلتك العظيمه دي، ونتمنى ان شاء الله تشرفنا يوم كده في حلقه في البرنامج ان شاء الله. شكرا. الف شكر لحضرتك. شكرا يا فندم، مع السلامه. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي. احنا استعرضنا كل جوانب ما تخص قرار سياده الوزير اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه، ومدى لمسنا النهارده مدى استجابته ومدى اهتمامه بالموضوع. هو قابل مجلس النواب وقعد مع اعضاء اللجنه واتكلم في موضوع ان يبقى في تشكيل لجان جديده داخل المحافظات لمراجعه تراخيص الناس ومراجعه الكيفيه اللي هيكملوا بيها للناس الحاصلين على رخص مباني. وهنتابع معاكم ومعانا، هنشوف الموضوع بيتم على ارض الواقع رايح فين. بس احنا شايفين يعني لمسه خير من الموضوع، ان سياده الوزير مهتم بالموضوع وبيتفاعل معاه ومتابعه وعايز يسرع في خطواته، بدليل ان هو كمان الاسبوع اللي فات غير مجموعه كبيره جدا من رؤساء الاحياء والعاملين في المحليات. هنكمل معاكم المواضيع دي مع اللي بيحصل على ارض الواقع. وكده النهارده نبقى وصلنا الى نهايه حلقتنا النهارده معاكم من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي. الى ان نلقاكم السبت القادم، نترككم في رعايه الله.